الخيالة فتحت البوابات على بركة الله، اندفاع موفقة لأفراس الأربع وخمس سنوات عمر، الأربع وخمس سنوات متنافسة على مسافة الألفين متر، الميل وربع الميل، الأفراس التي لم تكسب دورة كاملة حول المضمار. متابعين الكرام، ثمانة تبدأ الانطلاقة في المركز الأول، صيغة من المسار الخارجي تبدأ أيضا الاندفاع لتتقدم للمركز الأول. المتابعة كذلك من نوتس تايم في المركز الثالث، والحضور أيضا قادم من مجمهرة في المركز الرابع من المسار الخارجي، فيما أيضا الحضور من بقية الأسماء المشاركة والمتنافسة في هذه المنافسة في هذا الشوط تحديدا. ثمانة من المسار الداخلي وصيغة بالمركز الثاني من المسار الخارجي في ظل حضور مجمهرة أيضا في المركز الثالث. رابعا نوتس تايم، وخامسا وتابع لوكاتو، وسادسا من هناك من المسار الخارجي عديمة الوصايف. مشاهدينا هكذا هي تبدو الصورة، عديمة الوصايف من المسار الخارجي تتسلل لتتقدم في مصيغة ابنة النجم الثاقبة. في هذه الصورة تتقدم للمركز الأول لتقود هذه الأفراس في هذه المرحلة من السباق. تتراجع ثمانة للمركز الثاني، حضور أيضا من عديمة الوصايف في المركز الثالث في ظل القدوم من نوتس تايم من المسار الداخلي في المركز الرابع، بينما صيغة بشعار اسطبل عذبة للسباقات تتقدم في المركز الأول مع سيف البلوشي الذي يتقدم بها الآن. يبدأ الاندفاع الآن، ربما يبدأ يطلب صيغة للتقدم، بينما تعود ربما ثمانة للتقدم. منافسة ثنائية صيغة ابنة الحراق، يبدأ إذن سيف البلوشي بالدفع بها ويطلبها أيضا مؤتمنة قادمة للمركز الثاني، بينما صيغة بهذه الصيغة تتقدم ما شاء الله تبارك الله. صيغة بشعار اسطبل عذبة للسباقات تتقدم بقوة في ظل حضور عسيف أيضا للمركز الثاني، بينما صيغة كانت هذه هي صيغتها وهي صيغة الثمينة. ألف مبروك الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز، صيغة بهذه الصيغة تنهي سباقات هذا المساء، صيغة ثمينة إذن تحقق الانتصار.